أهلاً أعزائي المشاهدين من كفر نحوم، نواصل دراستنا عن تعليم المسيح عزته الشهيرة على الجبل. شرف وامتياز كبير أن أكون في المجمع القديم، نفس المجمع اللي تكلم فيه أو منه الرب يسوع المسيح وصنع معجزات كثيرة حول كفر نحوم ومناطق عديدة حول بحيرة طبرية. أنا بدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة بعنوان لا تهتموا، فأنا بدعوك أنه فعلاً وبصلي أنه رب يفتح ذهنك وبصيرتك حتى نأخذ قرار في حياتنا. ابقوا، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلاً أعزائي المشاهدين، مرة تانية برحب فيكم من مجمع اللي في كفر نحوم. في هذا المجمع علم يسوع المسيح أجمل التعاليم، وطبعاً كل المنطقة هون بتشهد عن معجزات يسوع المسيح حول بحيرة طبرية. رح أتكلم عن لا تهتموا، والرب يسوع اتكلم في عزته على الجبل قال: لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون أو تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. ثم يستمر قائلا: ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا. هذه الكلمة السحرية لا تهتموا. عايشين في مجتمع الكل بيهتم، الغني بيهتم والفقير بيهتم، الكل مهموم. والوضع أحبائي ما تغيرش. في أيام المسيح الناس كلها كانت مهمومة من الاستعمار، من العبودية الرومان، وكانت مهمومة بسبب التقاليد الكثيرة، لدرجة قال يسوع من نفس المنطقة: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين، مش مثل نير التقاليد والأعباء والأحمال والاهتمامات الكتيرة. فالكتاب المقدس بعلمنا أنه لا تهتموا، وكلمة لا تهتم طبعا لا يقصد الحياة العشوائية ولا الحياة اللا مبالاة أو عدم الاكتراث، أو أنه يعيش الواحد حياته بلا ترتيب ولا نظام، وأنه يعيش من ناحية تانية في كسل، ما يكونش طموح أو يقدم للمجتمع يعني يكون خير وأنه يؤثر على المجتمع من حواليه. الاهتمام هنا هو الاضطراب الذي يولد مع الشك وتتربى على أحضان عدم الإيمان ويقترن بالارتباك فيلد القلق. أحبائي، الرب يسوع قال لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون أو تشربون. طبعا الكل بيهتم، لأنه الرب قال يعني هذه كلها تطلبها الأمم، يعني الرب بيعرف أنه هذه احتياجات يعني أصلية كل إنسان بيحتاجها، لكن ما تكونش هي دافع لحياتنا وكأنه عايشين يعني لهذا الأمر فقط، هو الوحيد لجسدنا لأنفسنا لكن مش للرب. لا تهتم أحبائي، لأنه بالواقع الله له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة البشر. فالكلمة الأخيرة للرب، كل ما يحدث في هذا الكون الله عارف فيها، فهو المتسلط في ممالك الناس، وهو كمان كريم، يعني الله معطاء، الله سخي في العطاء. عم يتكلم في عزته على الجبل، يشرق شمسه على الأشرار والأبرار، وبيعطينا المطر وبيعطينا الهواء وبيعطينا يعني كل شيء بغنى للتمتع، وعم ببارك وعم بسدد الاحتياجات، والأرض عم بتطلع الغلة. طب ما هو الله اللي له السيادة والسلطان المطلق، فهو المحسن وهو الجواد المعطاء، أنعم علينا بالحياة. كل يوم إحنا بنشكر الله من أجل أنه أعطانا نفس جديد وحياة جديدة وبركة جديدة
وفرصة جديدة حتى نكون في مركز مشيئته ونمجده في حياتنا. عم بيتكلم إنه حتى الله بيهتم بالغربان عن بعيلها، فهو الخالق والحافظ والمهيمن والمعين أيضا، أنعم علينا كل شيء. ثم شيء آخر أحبائي، الاهتمام لا يجدي نفعا، لأنه من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدا. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد قليل. You know, there are many Jewish attitudes about the Messiah. Some Jews are not waiting for a Messiah at all because some Jews don't actually believe in life after death, especially some secular Jews. But the Orthodox world, the religious Jews, are looking for a Messiah who's going to come, who's going to transform this earth, who's going to liberate them and reveal himself. And Christians are waiting for the Messiah to come a second time. When Jesus came the first time, many Jews did not recognize him at all. He did not fulfill their expectations of someone who would throw off the Romans and give them political liberty and you know, vindicate them. When Jesus comes as the Messiah and as the Tayyib for the Samaritans, and when he comes as Messiah for the Muslims, it's going to be a moment of revelation where all these people who hunger and long for God will recognize in him the fulfillment of their heart's cry. And we might be surprised. We might be surprised at who God will say, I heard you calling and I am calling you. Because we have that very interesting statement in the book of Romans that when the deliverer comes out of Zion, all Israel will be saved. And of course, we can extend Israel to include, you know, all the people who have been grafted in, etc., into the tree of Israel. But when the deliverer comes out of Zion, many scholars feel that means at the second coming. At the second coming, God will finish what we are in our small way trying to help do, which is to show his love to people, to reveal who his Messiah is, to reveal how he's loved the world through him. And our job is to help extend that love in the name of Jesus. And yet there will be some who, because of the veil over their face or because of the circumstances of their life, haven't come to a full recognition. But when he comes, the eyes of many will be opened, and God will name those who are his children, and he'll know who aren't his children. And we might be surprised that we see who is in that group. لا تهتموا أحبائي، لأنه فعلا الله هو اللي له السيادة الكاملة على كل شيء في هذا الوجود، هو المعطي والمحسن والجواد، وإنه حتى لو اهتمينا مش راح يفيد أي شيء. يعني هقعد اقلق من هون لبكرة مش راح تزيد سنتي واحدة على قامتك، ما بغيرش أي شيء، بل بالعكس راح تتعب نفسك وتتعب الناس معك وتتعب عيلتك أيضا معك. شيء آخر، لا تهتم، لا تقلق، لأنه بالحقيقة إحنا مؤمنين ولا لا؟ المفروض إحنا أولاد الرب وبنات الرب، فإذا أنا مش لازم أقلق لأنه إحنا أولاد الرب، ومش لازم أقلق لأنه إذا إحنا الأولاد فالله هو أبينا، هو بيعرف احتياجاتنا وبيهتم فينا، هو الحنان وهو اللي بيهتم. كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا، الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالبو الرب فلا يعوزهم شيء من الخير، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال، يملأ مؤونتك دهنا، يملأ إلهي جميع احتياجاتكم، فلا تقلق لأنك أنت ابن، أنت بالرب، تذكر مركزك، أنت ابن ملك الملوك ورب الأرباب.
هو أبوك بعيلك بيهتم فيك. ثم أحبائي لا تهتموا ولا تقلقوا، لأنه الكلمة بتعني التشتيت، اللي بيقلق هو الشخص المشتت، بتعني التمزيق، يعني الشخص الذي يتمزق، الشخص اللي بيهتم كتير بيفقد الراحة، بيفقد سلامه، وبصراحة بيفقد كمان أعصابه كتير مرات. خلينا نحكيها بكل صراحة، القلق خطية، كأنك أنت بتحط الرب جانب، كأنه مش موجود. الرب موجود، أنت لما بتقلق كأنه الله مش موجود في حياتك. فالقلق خطية. مكتوب أنه الله يطعم العصافير، بيهتم بالعصافير، وأنه الله يكسو زنابق الحقل. قلقنا بضاعف متاعبنا ومخاوفنا من الغد، كأنه يعني كل شيء رح ينتهي. فلما منقلق منفقد السلام والاعتماد عليه، منعتمد على الرب، وطبعا نصاب بالإحباط، بالحزن، وبالكآبة أيضا. لا تهتموا، حتى اليوم على فكرة الأطباء بيحكوا لنا إنه القلق بيسبب أمراض نفسية كتيرة، وكمان بيسبب أمراض جسدية. يعني كل ما بتعمله مش بس ما بتزيد على قامتك ذراع، أنت بالواقع أنت عم تأذي نفسك من جوا. المسيح قال يا قليلي الإيمان، يعني بالإيمان إحنا المفروض نتحرك، بالإيمان، الاعتماد والثقة الكاملة على الآب السماوي، وأن يكون هو الأول والأولوية في حياتنا. القلق بسبب أمراض، بتخليك دايماً محبط، دايماً حزين، دايماً مهموم، يعني والحزن والهم عم بخليك يعني بيحني ظهرك، مثل ما واحد بالإنجليزي بيقول don't worry be happy. فالفكرة إنه لا، هاي السعادة الإلهية اللي قالها يسوع المسيح، طوبى لكم، يا لسعادتك، يا لهنائك، يا لبركتك، يا لغبطتك، يا لفرحك، يا لغناك، هذا ما يقصد يسوع المسيح. فإذا القلق بخلينا نفقد إيماننا، نفقد شهادتنا، وبنفقد فرحنا، وبنفقد تأثيرنا. بدل ما نركز على الأمور إنه نأخذ الإنجيل، نبتدي نركز على أنفسنا، مهمومين بسبب ظروفنا وبسبب أحوالنا. الرب يسوع بيقول القلق هو من صفات الأمم، يعني إحنا فينا كمؤمنين نقدر أن نحط ثقتنا في الرب. والرب بعلمنا من مدرستين، مدرسة الطيور ومدرسة طبعا الطبيعة والحقول والزنابق. حتى في كل الخدم، يعني إذا بتقرأ في الكتابات العبرية عن الخدم شو كانوا بيلمسوا في أيام سليمان اللي بيخدموا، شيء مبهر جدا. فالرب يسوع بيقول ذنب أوحده اللي في الحقل في الطبيعة، ولا كل سليمان في مجده كان يلبس كواحدة مثل هذه الزنابق اللي هي خليقة الله. فانظر إلى طيور السماء، تأمل زنابق الحقل. بالإنجليزي دائما بيقولوها smell the roses، روح شم عطر الورود، ارتاح نفسيا، ريح نفسك، ارتاح من الضغط حتى لا يرتفع ضغطك وترفع ضغط خيرك. فأنا بصلي الرب يعطيك شفاء كامل في هذا اليوم. لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس. يعني هذه كلها تطلبها الأمم، اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. لا تهتموا للغد، يكفي اليوم شره. أنا بصلي فعلا أنه نتحرر من عبودية الهم اللي بيحن الظهر والحياء. الرب يحررنا من الحناء، نستقيم وننتصب، ننظر إلى يسوع المسيح مصدر معيشتنا ومصدر حياتنا. هاي صلاتي إليك اليوم، إنه يسوع هو يكون رب على حياتك.